طبعا وزارة الثقافة من أهم الوزارات، لأن يهمنا إن شعب مصر يبقى مثقف. أنا حاسس بإن الثقافة هتعلى أكتر من كده. أوعى سيبك خبز يا ابني يا معالي الدكتور، انجد يا معالي الدكتور، مفيش غيرك بعد ربنا، انجد يا معالي الدكتور. إيه ده؟ مين ده؟ ايه في ايه؟ ده مطيف فلاح طلب يقابل معانيك، وانا قلت له حضرتك مش فاضي، سهلني ودخل من ورايا، بس انا حضرتك مسيطر على الموقف. طب يلا سيبه واطلع انت بره. اتفضل استريح. ربنا يخليه ربنا يخليه، زي ما اتعشمت فيك والله، راجل ذوق، كلك ذوق والله. ايه القسوه دي؟ حد يعامل الفلاح المصري بالشكل ده؟ ده رمز الحضاره. استريحت؟ الله يريح قلبك ويعلمك دار. يا سلام، من ايام الفراعنه والفلاح المصري بيحتفظ بنفس الروح ونفس التكوين التكعيبي ونفس الشكل ونفس الهم ونفس الطيب ونفس الشكل ونفس الشحطافي ونفس البهدله. هدي نفسك هدي نفسك، قول لي انت اسمك ايه؟ محسوبك مرزوق. شوف يا اخ مرزوق، وانا اسف ان انا بقول لك مرزوق حاف كده وشلت التكليف. يا نهار ابيض، ده شرف ليا معاليك. شوف يا ابيها احمد، ابيها بليز ممكن تديني الطاقيه بتاعتك علشان اشوف مدى التغيير الذي طرأ على الثقافه الماديه عند الفلاح. هو انا بديك الساعه لو بالطاقيه بتاعتك يتعمل عليها سقافه؟ ما تقلقش عليك، اتفضل. جميل جدا مرزوق ده. قول يا مرزوق، ايه مشكلتك بالظبط؟ شوف يا بيه، انا زرعت السنه دي قمح وكلفت المحصول ياما، ايش ايجار وايش سمك من الغالي، وبصراحه كده السعر اللي بتاخده بيه مننا القمح سعر تعبان. ازاي يعني تعبان؟ ده احنا بناخد منكم القمح بسعر اعلى من المستورد. صبرك عليا بس يا بيه، ما احنا قلنا يا فلاحين طول عمركم جدعان وراعوا الظروف ووافقوا على السعر، قوم الشونه مش راضيه تاخد مننا القمح، والجمع نتكون في البيوت عندنا ومش عارفين نتصرف فيه. زي ما قلت، الغرزة زمان كانت سبعات تمانيات، دلوقتي بقت دواير مدفرة. قول لي يا مرزوق، والشونة مش عايزة تاخد منكم القمح ليه؟ مصالح يا أبيه وشغل على كبير، علشان احنا نضطر نبيع للتاجر كده بسعر أرخص 30 ولا 40 جنيه في الأرداب، ها؟ ويقوم هو بيعه للشونة والتجار تكسب. طب وماله لما التجار تكسب؟ هو التاجر ده مش مواطن زيه زي الفلاح؟ مرزوق، ممكن تديني اللاسة بتاعتك اشوفها؟ بس كده؟ اتفضل اللاس، بس تبقى رجعها لي علشان دي من ريحة المرحوم ابوي. يا مرزوق، شكلك كده غيران من التجار علشان بيكسبوا اكتر منك. مش غيري، اصل المسألة فيها اني التجار دول بياخدوا مننا الجمح المصري العافي الحلو ده، ويجيبوا الجمح المستورد الوحش ده الرخيص، يخلطوه في بعضه كده ويبيعوه للشونة بسعر المصري، ها؟ هما يكسبوا بالعبيط واحنا نكح تراب. بلاش نفسنا واتهامات من غير دليل. عندك دليل قول، ما عندكش دليل ما تتكلمش خالص. لسه اللاسة زي ما هي، لسه اللاسة 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 النايلو. زي زمان بالظبط. على فكرة بقى، الجمح المستورد ده جمح تعبان وحالته بالبلة ومسوس، وما ينفعش حتى للبهائم، انا شفته بنفسي. والله انا حاسس بنفسنا وبدات ما استريحلكش. مش واثق فيا يا ابي؟ طب حد الله بيني وبين القمح، وطب ما بدي انه مزرعه قمح تاني. لا انت سقت فيها، انا لا اقبل اتهام الناس بدون دليل. كده؟ طب انا عايز الطاقيه واللاسه بتاعتي عشان امشي. بس عيب يا مرزوق، مش هي دي اخلاق الفلاح الفرعوني؟ ادهم له، مش عايزين منه حاجه. انا عاوز اعرف مين مسؤول عن دخول بضاعة زي دي البلد؟ نرجو من السيد العضو الموقر توضيحي ما في الأكياس القذرة التي يحملها في يده. أمحي فاسد، أمحي قاتل،
مليان حشرات سامة. فين الحجر الصحي؟ وفين الحجر الزراعي؟ مين اللي بيبص على الأكل اللي هيدخل جوه في الغلابة؟ ولا دي طريقة جديدة لتقليل عدد السكان؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ لا، فين وزير الصحة عشان يرد عليه؟ ممكن تديني شوية من الكيس ده أبعته المعمل والتقرير هيجي لنا وإحنا قاعدين. دينه السؤال التاني، هل الجهات دي اصلا عندها الجهاز اللي بيكشف عن المعادن اللي جوه القمح؟ ها؟ ما عندهمش. يعني قمح بالمليارات مش عارفين نجيب له جهاز ب25,000 يورو. ده لو كان جهاز كشف الكذب ما كنتوش استخسرته فيه. وادي نتيجة التقرير جت بمنتهى السرعة. بالسرعة دي؟ طبعا. ده كيس صغير ما خدش وقت. نرجو من السيد الدكتور وزير الصحة إفادتنا بما أتى في التقرير. التقرير بيقول إن العينة سليمة وما فيهاش أي مشاكل، يعني ما كانش فيه داعي للقلق ده كله، والتقرير كان عملي جدا، عمل من الدقيق ده سد الحنك بالدقيق والسكر والعسل. وعلشان كده انا هشهد السادة النواب ايه رأيهم في حل سد الحنك. اتفضل دوق دوق ودوق اللي جنبك. اتفضلي ادي الزملاء. دوق الاخ دوق هناك. دوق هناك الاخ اللي نايم ده يدوق سد الحنك. لا انت حنكك مسدود خلق. حد يجيب حته. لا بلاش ده، ده معارضه. اصدر النائب العام قرارا باعاده القمح الفاسد الى روسيا والزام المستورد برد قيمة الشحنة إلى الحكومة والتحقيق في أسباب دخول الشحنة ومحاسبة المسؤولين عنها في الوقت الذي أعلن فيه كل مسؤول أنه غير مسؤول. وما زال الشعب يتساءل من هو المسؤول إن لم يكن المسؤول مسؤول. وردا على قرار إعادة القمح إلى روسيا صرح رجل الأعمال الروسي ذو الرأس الذهبية بهذا التصريح. مفيش ترجيع يا حبيبي، احنا بعنا وكبضنا، احنا سخلينا على مية بيضة. انتوا طلبتوا قمح درجة خمسة؟ اديناكوا قمح درجة خمسة. لو كنتوا طلبتوا قمح بريمو كنا اديناكوا قمح بريمو. وكل برغوت على كد دامه حبيبي. ايه ده؟ انا مش مصدق عينيا. ايه الموضوع اللي مش كول ابدا ده؟ لسه يا جماعه موضوع القمح الفاسد مفتوح ومحدش عارف يقفله، واحنا احترنا نستضيف مين ونسيب مين، لان اللي نستضيفه لازم يبقى كول ويفهمنا، لان الموضوع كبير واطرافه كتير كتير قوي. وبعدين القمح ده مهم جدا، وعاوزين نضيف لمعلوماتكم ان القمح هو اللي بيتعمل منه العيش. والله بيتعمل منه العيش، مش العيش بس، لا بيتعمل منه الكيكة والبسبوسة والمكرونة والرز. لا بيتهيأ للرز حاجة تانية خالص. المهم ان احنا عايزين نعرف ارائكم الكول في الحركات اللي مش كول، وعشان كده التقرير اللي جاي الكول عايزكم تسمعوه وانتوا كول. واستنونا واوعى تروحوا في اي حته.
اللحمه والفراخ اساسا ما تهمنيش اساسا عشان انا ما بشوفهمش اساسا. الله، لكن العيش كمان يبقى مسموم؟ طب قولي لي وحياه النبي اغمس انا الفول بايه دلوقتي؟ الله. عارفه يا اختي احنا اللي غلطانين والحكومه دي ما عندهاش ذنب خالص. لا احكي لي كده وفهميني بالراحه. الشعب بقى طلع على نفسه اشاعه ان المصريين معدتهم بتفرم الزلط. الحكومه ما صدقت، قعدت تاكدنا يا اختي العيش مليان زلط، ولما اتاكدوا بقى من المعلومه حبوا يجربوا حاجات تانية، نحاس، قصدير، زيت، قطران. ما هو العلم نور برضو، ما احنا فدا العلم والحكومه. انا ما قلته ما حد سمعني، قلت هاتوا لنا سماد رخيص واحنا نزرع قمح يكفي البلد دي كلها، ولا الحوجة للروس، أم الروس يعني يعرفوا يزرعوا قمح زي القمح المصري؟ الروس فين واحنا فين؟ هي الروس هتتساوى يا ست هانم؟ وبعدين يعني انا عايز اقول ان اللاسة والطاقية بتوعي هيرجعوا لي بعون الله. طاقية ولاسة؟ ايه الحكاية؟ مالكيش دعوة انت بالموضوع ده، الموضوع ده اكبر منك، لا تروح لورا الشمس. ابقيش لها في المونتاج. انت طلعت مش سهل ابدا يا مرزوق. ده انا لو شفتك. الهم الليلة لتعيدوا يا رب تبارك تبارك وتزيدوا يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك وتزيدوا. ايه مالكم خاسين ليه؟ مفيش احساس في الغنى، انا عايز احساس في الغنى. ثم البنتين اللي هنا مجوش ليه؟ غايبين ليه النهارده؟ مامتهم بعتتهم يجيبوا عيش من خلفاوي. من خلفاوي؟ ليه؟ عشان الفرنه اللي هي بتعمل بقمح فاسد. ما علينا، يلا القمح الليله ليله عيدو يا رب تبارك تبارك وتزيدو يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك وتزيدو. المسؤولية دلوقتي تايهة بين ثلاث وزارات، وزارة الزراعة بتاعت الخضار والفاكهة، وزارة الصحة بتاعت المغص والكحة، وزارة التجارة بتاعت المكسب والخسارة. ولما سألت وزير الزراعة قال وزارة الزراعة بريئة من الموضوع ده، لأن مش إحنا اللي اتفقنا مع شركات الاستيراد، ولا إحنا اللي دفعنا تمن الصفقة قبل ما نشوفها، ولا احنا اللي ضربنا الورق بتاع المنشأ. اسأل وزارة التجارة اللي عندها جهاز الرقابة على الصادرات، او اسأل وزارة الصحة اللي قالت ان الشحنة سليمة. وبعدين انا بحب البلد ومرضاش يحصل لها حاجة وحشة. لما سأل وزير التجارة قال الحقيقة احنا مش مسؤولين النهاردة، لان المسؤولية تقع على وزارة الزراعة النهاردة، لان هي اللي تابع ليها الحجر الزراعي النهاردة. يعني هم المسؤولين النهاردة عن تمرير الشحنة النهاردة. احنا بنعمل اللي علينا وبنعقد الصفقات وبس. وبعدين انا بحب البلد ومرضاش يحصل ليها النهاردة حاجة النهاردة تكون وحشة النهاردة. لما سألت وزير الصحة قال انا طلبت جهاز للكشف عن المعادن التقيلة اللي في القمح، محدش عبرني وقالوا عليه غالي، وبعدين ما يقدر على القدرة إلا القادر. إمكانياتنا في الكشف جابت آخرها وقالت إن الشحنة سليمة. اسأل بقى اللي مرضيش يدينا الجهاز اللي طلبناه. وبعدين أنا حولت كل الموظفين للنيابة، وده ليه؟ علشان أنا بحب البلد ومرضاش يحصل لها حاجة وحشة. أنا بقى معرفتش مين فيهم المسؤول عن دخول الشحنة. واحد وزير الزراعة، اتنين
وزير التجارة، 3 وزير الصحة. لو انت عرفت اتصل بيا على 0900 0 حسوا بيا، وبقوا قابلوني في الكارثة الجاية، في الحلقة الجاية، مع تحيات المفتش كرو الدكتور لطيف.